السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم الظواهر الجيولوجية الخارجية، ظاهرات الترسب بالنسبة لمستوى الأولى إعدادي. إذا ترسب الأوساط البينية، الأوساط البينية هي عبارة عن مناطق تفصل بين اليابسة والبحر أي الساحل، تعرف تدافعا بين المنطقتين تارة لصالح البحر وتارة لصالح اليابسة ورواسبها النهرية. لنتعرف على هذه الأوساط البينية. إذا كما تلاحظون معي لدينا الوسط الشاطئي، الوسط اللاغوني، ثم الدلتا. بالنسبة للوسط الشاطئي كما تلاحظون معي بطبيعة الحال هو يتميز برواسب حوتاتية رملية غنية بالعناصر الكلسية الناتجة عن تفتت القواقع. تتأثر بعدة عوامل هذه الرواسب بطبيعة الحال: طبيعة وحجم المواد الرسوبية، المد والجزر، بالإضافة إلى قوة الرياح وحركات الأمواج. بطبيعة الحال عندما تصل أمواج البحر تكون قوية، أي قادرة على حمل الحبيبات الرملية وأجزاء القواقع البحرية، وعند رجوعها بطبيعة الحال تضعف هذه الأمواج بطبيعة الحال، مما يسمح بترسب حمولتها. فيما يخص الدلتا كما تلاحظون معي بطبيعة الحال هي عبارة عن تكوين مثلثي الشكل عند المصب النهر، حيث تترسب حمولة النهر بطبيعة الحال من مواد عالقة نتيجة اختلاف طبيعة التيار وسرعته. بطبيعة الحال هنا نلاحظ بطبيعة الحال أن هناك اتصال لمياه النهر مع مياه البحر، مما ينتج عنه تراكم الترسبات. أما فيما يخص الترسب اللاغوني أي على مستوى اللاغون، فاللاغون هو عبارة عن وسط مائي يتصل بالبحر عبر قنوات ضيقة كما نلاحظ هنا بطبيعة الحال، حيث تتكون الرواسب الكربوناتية والمبخرات الجبس والملح نتيجة سيادة التبخر عن تجدد المياه. إذا كما أشرنا إلى ذلك بطبيعة الحال لدينا هنا تموضع لرواسب الأوساط البينية على مجموع الهوامش القارية. بطبيعة الحال هذه الرواسب مشار إليها باللون الأزرق الفاتح، نجدها بطبيعة الحال على مستوى الحدود بين اليابسة والبحر. فعلا كما أشرت إلى ذلك تتموضع الرواسب الأوساط البينية على مجموع الهوامش القارية، حيث نجد أهم هذه الرواسب على مستوى بطبيعة الحال الأوساط الثلاث التي أشرت إليها قبل لحظات: مصبات الأنهار، الشواطئ، ثم اللاغونات. فيما يخص الترسب على مستوى الدلتا، إذا الدلتا هي عبارة عن تكوين مثلثي كما أشرت إلى ذلك قبل لحظات، الشكل عند مصب النهر حيث يلتقي هذا الأخير أي النهر بطبيعة الحال مياه النهر ما يحمله من مواد عالقة نتيجة اختلاف طبيعة التيار وسرعته في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى تراكم الترسبات. إذا ظروف الترسب في مصبات الأنهار كما ربما اتضح لكم ذلك، إذا يجسد المصب وسط بينيا تلتقي فيه التأثيرات البحرية والتأثيرات النهرية. فعلا فيما يخص مستوى الدلتا، حينما تكون حمولة النهر كبيرة من حيث العناصر الرسوبية الكبيرة وتكون قوة تيارته قوية، يتشكل دلتا كما ربما تلاحظون معي هنا بطبيعة الحال على شكل مثلث. لدينا هنا مجرى نهري يتميز برواسب متنوعة أو حالة طينية غنية بالمواد العضوية وتحمل آثار نشاطات كائنات حية. لدينا هنا بطبيعة الحال دلتا كما نلاحظ، هنا نتكلم عن عالية الدلتا، هنا سافلة الدلتا، ثم بطبيعة الحال ما يسمى بسهل الدلتا. فعلا ربما تبين لنا ذلك تتأثر الترسبات بهذه المنطقة، نتكلم عن الدلتا بالحمولة الحوتاتية للمياه النهرية، قوة تيارة الأمواج البحرية، حيث تترسب في القنوات المائية لعالية الدلتا عناصر شبيهة بالترسبات النهرية. أما في سهل الدلتا فنجد عناصر دقيقة غنية بالمواد العضوية فيما يخص المناخ الرطب، أما فيما يخص المناخ الجاف فنجد المبخرات. في حين نجد رواسب متنوعة على حافة الدلتا حيث حسب الحمولة النهرية، وتتميز السافلة أي سافلة الدلتا برواسب غنية بالمواد العضوية بها آثار لنشاطات الكائنات الحية. ننتقل الآن إلى الترسب في الوسط اللاغوني. إذا الوسط اللاغوني كما بين ذلك هو عبارة عن وسط مائي يتصل بالبحر عبر قنوات ضيقة، تتكون الرواسب الكربوناتية، الكلس والمبخرات، الملح والجبس كمثال نتيجة سيادة التبخر عن تجدد المياه. لدينا هنا صورة للاغون كما نلاحظ، فعلا له اتصال ضيق مع البحر بطبيعة الحال، تجدد الماء يكون ضعيفا بطبيعة الحال، الشيء الذي يسمح بتبخر الماء بطبيعة الحال وترسب الأملاح المعدنية الدائبة في ماء البحر. إذا الوسط اللاغوني وسط مائي يتصل بالبحر عبر قنوات ضيقة، ربما بينا ذلك. نتابع كما تلاحظون معي، ننتقل الآن أو نبين بطبيعة الحال الترسبات الكيميائية التي تحدث على مستوى اللاغون. إذا بطبيعة الحال لدينا هناك تجربة لكي نبين ذلك، ماء البحر نخضعه للتبخر، أول نوع من الأملاح المعدنية ترسب هو كربونات كالسيوم، يليه سلفات كالسيوم، ثم يليه كلور الصوديوم، وأخيرا ملح البوتاس. إذا بطبيعة الحال الترسبات الكيميائية أو الأملاح المعدنية في هذه الحالة على مستوى اللاغونات تكون حسب الترتيب التالي: كربونات الكالسيوم متبوعة بسلفات الكالسيوم متبوعة بكلورو الصوديوم ثم ملح البوتاس. نتابع.
اللاغون وسط به مياه راكدة تتصل مياه البحر عبر قنوات ضيقة كما أشرنا لذلك، ويتميز على العموم برواسب كربوناتية، ربما بين ذلك العوامل المتدخلة في الترسب اللاغوني. أولا ينبغي أن يكون الماء غير متجدد. النقطة الثانية أو الخاصية الثانية ينبغي أن تكون درجة الحرارة مرتفعة. والنقطة الثالثة الحوض في هذه الحالة ينبغي أن يكون قليل العمق، الشيء الذي يسمح بطبيعة الحال بتبخر الماء وترسب الأملاح المعدنية بطبيعة الحال الدائبة في ماء البحر. ننتقل الآن إلى الترسب الشاطئي. لدينا هنا شاطئ كما نلاحظ بطبيعة الحال، كما أشرت إليه قبل لحظات، عندما تصل أمواج البحر تكون قوية، إذا قادرة على حمل الحبيبات الرملية وأجزاء القواقع البحرية، لكن عند رجوعها بطبيعة الحال تضعف هذه الأمواج، الشيء الذي يسمح بترسب حمولتها بطبيعة الحال حسب الترتيب التالي. لدينا هنا رمل دقيق، رمل متوسط، رمل ذو حجم كبير، لدينا هنا كتيب رملي. إذا تتميز هذه بطبيعة الحال الأوساط الشاطئية بتراكم رواسب حوتاتي رملية غنية بالعناصر الكليتية الناتجة عن تفتت القواقع كما بينت ذلك، تتأثر بعدة عوامل أهم وطبيعة وحجم المواد الرسوبية، بالإضافة إلى حركات الأمواج وكذلك المد والجزر، وبالإضافة كذلك إلى قوة الرياح التي تهب من جهة البحر. ننتقل الآن إلى أوساط الترسب البحرية. فيما يخص أوساط الترسب البحرية نقسمها إلى مناطق حسب عمق في هذه الحالة. إذا لدينا الهضبة القارية، الحافة القارية، السهل اللوجي. نتعرف على هذه الأوساط بشكل أكبر بطبيعة الحال. إذا كما نلاحظ لدينا المنطقة الساحلية، الهضبة القارية، الحافة القارية، السهل اللوجي، ثم الأعماق الكبيرة. كما أشرت قبل لحظات هذه المناطق تتميز حسب عمقها، أو نقوم بتقسيمها حسب عمقها. المنطقة الساحلية بطبيعة الحال عمق 60 ناقص 60 متر. هذا بالقارية ما بين ناقص 60 و 200 متر. الحافة القارية لاحظوا معي أن الانحدار على مستوى الحافة القارية يكون قويا، انتقلنا من 200 ناقص 200 متر إلى ناقص 2000 متر. السهل اللوجي ناقص 2000 متر ناقص 5000 متر، بينما الأعماق الكبيرة فنجدها في عمق أكثر من 5000 متر. كل منطقة تتميز بقوة تيار مائي مختلفة، بعناصر المترسبة كذلك مختلفة. إذا فيما يخص المنطقة الساحلية نجد جلاميد حصى، هذا بالقارية جراويل، حافة القرية رمل، السهلوجي أو حال مختلفة. أما فيما يخص أعماق كبيرة فنجد الطين الأحمر، إذا قد هذه العناصر. نتابع. فعلا كما بينت ذلك، مميزة الرواسب البحرية بالاعتماد على البعد من القارة وعمق المياه، يتميز كل وسط من المناطق التي أشرت إليها قبل لحظات بخاصية هيدروديناميكية، أي مرتبطة بحركة الأمواج ورسوبية مختلفة. فالمنطقة الساحلية هناك نجد ترسب للرمل الحصى الوحل رواسب كربوناتية أو ملحية إذا كان الأمر يتعلق باللاغون. هذا بالقارية رمل طين سجيل شعب مرجانية في المناطق المدارية رواسب كربوناتية ناتجة عن نشاط الكائنات الحية البلاجية. فيما يخص الحافة القارية نجد رواسب دقيقة لها شكل مروحي الشكل ناتج عن انزلاق الرواسب على مستوى الهضبة القارية. فيما يخص السهل اللوجي نجد أوحال كلسية دقيقة في الأعماق تقل عن في أعماق بطبيعة الحال تقل عن 4000 متر، أو حال سيليسيا في أعماق تفوق 4000 متر. أما بطبيعة الحال كما بين ذلك الأعماق الكبيرة فنجد الطين الأحمر. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.